انتوا شايفين انا في اودي نورس زي السنه اللي فاتت بالظبط. هوريكم العربيه دي شكلها عامل ازاي. يلا بينا. دي كيو 5 كواترو، يعني اربع عجلات الموتور بيدفعهم او دفع رباعي بالمعنى الصحيح كده. دي بلاك اوديشن، كل حاجه فيها سودا حتى البادج بتاعها. بتيجي مع LED لايت، ده ماتريكس بيرقص لما بيشتغل. طبعا انا معيش المفتاح مش عارف اوريه لكم. انتوا شايفين العربيه طبعا كواترو هتكون اس لاين اكيد، يعني غير مدعبه. بتيجي مع سكيرت هنا زي ما انتوا شايفين جنب العربيه، كل حاجه فيها سودا حتى المرايات من بره. بتيجي معها دي الاكسسوارز اضافيه، المرايات او الازاز برضو متفايم زي ما انتوا شايفين عاملين ايه. بتيجي ب 21 انش عجل، طبعا ممكن تابجريدو 22 او كاربون سيراميك بريك. شايفين البريك عامل ازاي ضخم. العربيه انسيابيه من ورا برضو، مش وحش خالص. حتى التيل جيت لايت جميل جدا، البادج برضو اسود. بتيجي برضو بسنسة من ورا اللي هو انت لما بترجع، حتى الكيو 5 البادج بتاعها برضو سودا. مش شايفين، انا افتح الشنطة. طبعا الشنطة اوتوماتيك تيل جيت لو انت شايفين. البوت بتاعها او الشنطة من ورا عريضة وجميلة وكبيرة، يعني مش وحشة خالص. بتيجي بنت 12 فولت سوكت، لو انت عايز تهوفا او تعمل تركب اي حاجه تستخدم بطاريه العربيه. طبعا بتيجي من تحت هنا، المفروض ان يبقى فينا عجله اضافيه، بس طبعا اودي عمرهم ما بيدوا حاجه اضافيه. زي ما انتم شايفين بتقفل الشنطه بالضغط على الزرار دوت. دلوقتي الشنطه بتتقفل. لجينا من على الجنب نفس الحوار، تعال نشوف من جوه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، شايفين الباب عامل ازاي يا جماعه. الباب روعه. الكانتارا دي على فكره ناعمه جامده وطريه والجلد في كل مكان. العربيه حتى هنا المفروض ده يكون بلاستيك، لا مش بلاستيك، برضو جلد طبيعي. طبعا مش هقول لكم على الكراسي، الكراسي هنا زي ما انتم شايفين جلد ومريحه بطريقه ايه؟ او ماي جاد. شايفين العربيه من جوه؟ جميله جدا جدا جدا. تعالوا نشوفوه. العربيه طبعا من جنب، تعالوا نشوفوها من دي. العربية من جوه من الكرسي اللي قداماني بالظبط. جميلة أوي. تعال نشوف من ناحية السواق. طبعا زي ما قلت لكم اس لاين كاربون بلاك. عربية مش وحشة خالص، عربية انسيابية ودي شكلها من بعيد. لو سألتوني على السعر، السعر مش بطال بس بتسحب بنزين كتير زي ما انتم شايفين جاية في الأحمر. ده هو سعر العربية وده هو السبيك بتاعها. العربية تمنها 63,285 جنيه استرليني. طبعا ده سعر اوروبا. هنا ده هو شكل العربية من جوه. طبعا انا موجود في اودي نوريدج زي ما انتم شايفين. عربيات موديل 22 دي A5 A4 ايفنت اللي هي ستيت
طبعا هنعمل ريفيو على اللي ورايا دي بالظبط كمان شويه. تابعوني، سلام.